نتحدث عن عمليات اغتيال ناشطين وشخصيات مجتمعية، والأمر يتم جهارا نهارا عندما تم تهديد السيد الصديق والزميل هشام الهاشمي، وكانت المؤسسات الأمنية على علم بذلك. يعني القضية أنه هذه الجهات تعي أنها أكبر من الدولة نفسها عندما تتحدث عن قضية اقتحام، وكما ذكرت حضرتك، مقر لإحدى الأحزاب السياسية في بغداد. هي تعلن قبل 3 أيام أنها ستقوم بذلك. يعني في أي دولة هذه المعلومة المؤسسات الأمنية تشتريها بالملايين عندما تصلها كذا معلومة؟ إلا في العراق هي متاحة ومباحة، يعني عكسيا حتى عندما تخرج المعلومة الأمنية من المؤسسات الحكومية الرسمية، سري وشخصي نجدها على الفيسبوك قبل أن تصل إلى المصادر التنفيذية لهذه المعلومة. وكذلك للفصائل المسلحة عندما تعلن عن شروعها بتنفيذ هكذا عملية، هي لا تخشى ردات الفعل، أو متوقع أن ردات الفعل ستقتصر على الإدانة والاستنكار ودون أن تحرك ساكن. وبذلك هذا خير دليل على أن تلك الجهات تتمتع بإمكانيات كبرى.